علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله: وصدق الزائر منهما في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره، لأن العرف نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطأ، لأن العرف عدم نشاطه في بيتها. وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الإثبات والنفي، بل المراد ما علمت. يعني ليس هو معناه أن الزائر يصدق سواء ادعى الوطأ وعدم الوطأ، لا، إذا كان الزائر هو الزوج فإنه يصدق في عدم الوطأ، يعني لأنه لا يجرؤ عليها في بيتها، لأن هذا هو الذي يدعي، ولا يصدق في الإثبات أنه يعني ادعى الوطأ. وإن كانت هي الزائرة له فإنها تصدق في الوطأ لأنها تدعي الوطأ، لأن عندما يكون في بيته ينشط ويكون له جرأة عليها. فالحال أن يعني القرينة هي التي تجعل الزائر يصدق في دعوى ما ادعى، نعم، من إثبات الوطي أو نفيه. نعم. قال: فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل، أو يرشد له التعليل. فإن كانا زائرين ممشوهم الاثنين لأحد أصدقائهم ولا في بيت من بيوت العائلة الآخرين، واختلوا في غرفة من الغرف وكذا، ففي هذه الحالة لا يصدق الزوج، إنه في الغالب عندما لا يكون في بيته لا يجرؤ عليها. نعم. قال: وإن أقر به الزوج فقط أخذ بإقراره في الخلوتين اهتداءً وزيارة، أو لم تعلم بينهما خلوة إن كانت الزوجة سفيهة. وإن أقر الزوج بالوطأ، يعني هذه مسألة أخرى، الزوج يقول إنه في خلوة من الخلوتين، سواء كانت خلوة اهتداء ولا خلوة زيارة، زارها أو زارته، أو كان خلوة اهتداء وإرخاء ستور، وأقر هو بالوطأ، يعني فإنه يؤخذ بإقراره ويجب أن يكمل عليه الصداق، لأن الاعتراف هذا الاعتراف سيد الأدلة، ما عادش يحتاج معه إلى قرينة أخرى ولا إلى بينة ثانية. قال: يجب عليه المهر كاملا ويؤخذ بإقراره إن كانت المرأة سفيها، يعني إن كانت محجورة عليها، بأن كانت يعني حتى ولو هي أنكرت هذا هو أقر، وكانت المرأة يعني سفيها بأن محجور عليها وكانت صغيرة، إما لسفة وإلا لصغر، حتى ولو أنكرت الوطأ فإنه يؤخذ بإقراره ويتكمل عليه الصداق. الاحتمال ما دام هو أقر، الاحتمال أنه يعني حصل منه وطأ وهي نائمة، أو كان يعني مغيبة غيبها على عقلها وكذا، فيؤخذ بإقراره حتى ولو هي كذبته ما دامت هي سفيها أو محجور عليها. نعم.
قال: إن كانت الزوجة سفيهة حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة. كان صغيرة مطيقة، ما دام هو أقر بالوطأ فإنه يؤخذ بإقراره ويتكم عليه الصلاة، ما دام اختلى بها سواء كانت الخلوة خلوة اهتداء ولا خلوة زيارة. نعم. قال المصنف: وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان. يعني هذا الكلام في السفيهة، إن السفيهة سواء كان هو ما دام أقر بالوطأ، محجور عليها ما دام أقر بوطئها فإنه يتقرر عليه الصداق، سواء أدام الإقرار واستمر عليه وإلا كذب نفسه. ما دام هي سفيهة ولا صغيرة وقال حصل أنه حصل منه وطأ، فيتقرر عليه الصداق حتى ولو كذب نفسه وقال بعد ذلك لا ما حصلش وأني كنت أخطأت وكذا، يتقرر عليه الصداق في هذا، في المحجور عليها الزوجة اللي هي محجر عليها. لكن في مسألة الرشيدة، إذا كانت الزوجة رشيدة ومش محجر عليها وادعى يعني أقر بالوطأ ثم بعد ذلك رجع عن إقراره، في السفيهة قلنا لا يفيده الرجوع. وهل الرشيدة كذلك؟ قال الرشيدة إذا رجع عن إقراره فهناك قولان، وهذا أشار لهم بالتأويلين. القول الأول إذا يقول إذا هو رجع عن إقراره وهي سكتت، لم تجب لا بنفي ولا إثبات، لم تكذبه ولم تصدقه، فيترتب عليه المهر ولا يفيده رجوعه. وإذا كان هو رجع وهي كذبته، يعني في دعواه كذبته، ما زالت مستمرة في تكذيبه في الوطأ، يعني هو رجع عن إقراره وهي كذبته، لأن الموضوع أنه أقر هو بالوطأ وهي تقول لم يحصل وطأ. فإذا كان هو رجع وقال يعني لم يحصل وطأ وهي مازال تكذبه في الوطأ، فيعني لا يترتب عليه تكميل المهر في هذه الحالة. هذا القول الأول. والقول الآخر عليه التأويل الثاني يقول إذا كان هو رجع فلا يفيده رجوعه إلا إذا كان المرأة كذبته قبل رجوعه مش بعد الرجوع. فإذا هي كذبته واستمرت على أنه لم يحصل وطأ وكان ذلك تكذبها قبل رجوعه هو عن إقراره، فإنه لا يترتب عليه على إقراره الأول شيء ولا يتكمل عليه الصداق. وإن كان تكذيبها له لأنه وطئ، يقول إنه حصل وطأ، والتكذيب يقول لم يحصل وطأ كان بعد رجوعه عن إقراره، فإنه لا يفيده يتكمل عليه الصداق. هذا هو التأويل الثاني في مسألة الرشيدة، يعني الرشيدة تخالف السفيهة والمحجر عليها. المحجر عليها لا يختلف الأمر، سواء كان بقي على إقراره واستمر عليه أو رجع عن إقراره، تكمل الصداق مطلقا ما دامت هي مطيقة. وأما الرشيدة فإذا رجع عن إقراره بعد ذلك ينظر، يعني وهي تكذبه يعني ويقول حصل وطأ، وتكذب وتقول لم يحصل وطأ، وهو قد رجع على الإقرار وقال صحيح لم يحصل وطأ كما قالت هي،
في هذه الحالة قالوا إذا كان هي ثمرة ساكتة فيترتب عليه مهر كامل يؤخذ بإقراره الأول ورجوعه لا يفيده، ورجوعه يفيده في حالتين أو على اختلاف روايتين. إذا كان هي استمرت تكذبه وتقول له لم يحصل وطأ وهو قد رجع، فرجوعه يصدق فيه ولا يلزمه تكميل المهر مطلقا، يعني ما دام هي تكذبه. والتأويل الثاني يقول تكذيبها لا يفيده إلا إذا كان وقع قبل رجوعه، إذا كذبته قبل رجوعه فيفيدها تكذيبه ولا يتكمل عليه المهر. أما إذا كان تكذيبها كان بعد رجوعه فإنه يؤخذ بقراره الأول. تأويلان في مسألة الرشوة، يعني لها النصف فقط. نعم، يعني لها النصف فقط، يعني إذا كان نعم. إذا كذبت نفسها بعد رجوعه. لها النصف فقط. أي لها النصف فقط. نعم. نعم. قال: وهل إن أدام الإقرار بأنه وطئ تكون الرشيدة كذلك، أي كالسفيهة، فيؤخذ بإقراره كذبته أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب، فإن لم يدمه بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت، لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط. ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه. نعم. قال: أو إنما يؤخذ بإقراره إن كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره. تأويلان: أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه. نعم. يعني في المفهوم، في المفهوم تفصيل، يعني إن استمر على على إقراره فالأمر واضح، فإن لم يستمر على إقراره هذا هو المفهوم، لأن لم يدم على إقراره وكذب نفسه، فهذا هو اللي فيه التفصيل. بعد ذلك وترتب عليه التأويلان. إذا كان هي سكتت فرجوعه لا يفيده ويتكمل عليه الصدق، وإذا هي كذبته بمعنى وافقته على عدم الوطأ، هذا معنى كذبته، يعني يقول حصل وطأ ويقول لا لم يحصل وطأ، وإذا هي كذبته مع رجوعه فينفعه رجوعه ولا يلزمه إلا النصف قيل مطلقا. والتأويل الثاني أنه لا ينفعه رجوعه يعني وجوب النصف عليه فقط، إلا إذا هي كذبته قبل رجوعه، يعني قبله أن يرجع تقول له يعني لم يحصل وطأ، ثم بعد ذلك هو رجع وقال أيضا لم يحصل وطأ. في هذه الحالة هذا هو التأويل الثاني، أنه لا يلزمه إلا النصف ولا يتكمل عليه الصداق بإقراره، ينفعه رجوعه في هذه الحالة أيضا. نعم. قال: أو إنما يؤخذ بإقراره إن كذبت الرشيدة نفسها ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره. تأويلان: أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف. نعم. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط، وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله، فقال:
وفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع دينار شرعي أو 3 دراهم فضة خالصة. يتكلم على الأنكحة الفاسدة، والأنكحة الفاسدة قد يكون الفساد فيها متعلق بالمهر، وقد يكون متعلق بالعقد. فبدأ بمسألة نوع من أنواع الفساد متعلق بالمهر، وهو ما إذا كان المهر أقل من المقدار المحدد شرعا. علماء المالكية يقولون إن المهر له حد أدنى، العلماء يتفقون على أن المهر ليس له حد أعلى. يقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى وكان قنطار من ذهب، فيجب أن تعطوه لها ولا تأخذوا منه شيئا. فليس للمهر حد أدنى اتفاق أهل العلم، ولكن هل ذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه قام على المنبر ووعظ الناس لما الناس غالوا في المهور، وقال لهم لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم به نبي الله، لا يعلم أنه أصدق شيئا من نسائه ولا شيئا من، لا أعلم أنه يعني ناكح شيئا من نسائه ولا شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وهذا الحديث إلى حد هذا القدر وحديث صحيح خرجه الترمذي وغيره. ثم في زيادة بعد ذلك قامت له امرأة وقالت: يعطينا الله وتمنعه أنت يا عمر. هكذا خاطبته يا عمر وبين الناس، ولم يغضب ولم يقول لها لم تتأدبي مع الخليفة ولا كيف تشهري ولا كيف يعني تأمرين بالمعروف وتنهون عن المنكر في وسط الملا وهذا فضيحة، لم يقول هذا. قالت له: يعطينا الله وتمنعنا أنت. يقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا يعطينا الله وتمنعنا يا عمر. فقال: صدقت امرأة وأخطأ عمر. هذه الزيادة يعني فيها مقال، ليست هي تابعة للحديث الأول، لكن مع ذلك يعتبر بها أو ما بال موضع العظة والاعتبار، لأن كلامها صحيح، كلامها صدق، يعني استدلت بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن كونها وقع هذا لعمر ولم يقع له في المسجد، هذا محل نظر. فقالوا المهر يعني ليس له حد أعلى، وعلماء المالكية يقولون له حد أدنى قدروه بربع دينار ذهب خالص أو 3 دراهم الفضة. ودليل على تحديد المهر بحد أدنى أن الله تبارك وتعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم في المهر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما دام هو مال لابد أن يكون له حد، وأقل ما جعله الشرع مالا واعتد به واعتبره هو حد السرقة، استباح الله به العضو، فهذا يسمى مالا معتبرا لأن الله استباح به العضو في قطع الحد في السرقة، وهو ربع دينار أو 3 دراهم. قد ورد حديث صحيحا في تقديره في حد السرقة لا قطع في أقل من 1/4 دينار أو 3 دراهم. فهذا نستطيع أن نقول هذا يمكن أن يسمى هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن يسمى مالا،
ولا يمكن أن تستباح الفروج بدون شيء، الله هكذا قال أن تبتغوا بأموالكم. فمن يقول إنه ليس له حد معناه كأنه يبيح الفروج من غير شيء من غير مال. هذا الاستدلال استدل به الإمام مالك رحمه الله، وعندما استدل به وقاسه على حد السرقة قال له الدراوردي: لقد تعرقت بها يا أبا عبد الله، إني سلكت بهذا الاستدلال مسلك أهل العراق في استعمال القياس واستعمال الرأي. لأن مالك رحمه الله في موطئه خرج حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووقفت وقوفا طويلا، فقام الرجل وقال له: إن لم تكن لك بي حاجة فأنكحنيها فزوجنيها. فقال له: ومعك شيء؟ قال: معي إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، التمس شيئا، التمس ولو خاتم من حديد. هذا حديث خرجه مالك في الموطأ، يعني عنده به علم، ما هوش غافل عنه. وذلك قال له الدراوردي: قد تعرقت بها، تركت الحديث الذي بين يديك في الموطأ وأخذت بقياسها على يعني قطع اليد في السرقة. فلما الرجل قال التمس ولو خاتم الحديد، قال: لم أجد شيئا، حتى خاتم الحديد لم أجد عنده. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، سماها لي سور كان يحفظها. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على أن المهر لا حد له، ليس له حد أدنى، لأنه قال التمس له خاتم الحديد، ثم لما لم يجد خاتم الحديد زوجها له بما معه من القرآن. هذا حديث يستدل به من يرى أن المهر ليس له حد أدنى، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد، ورواية الأخرى تقول أيضا لابد أن يكون له حد أدنى وربع دينار نحو من هذا، يعني ما يسمى مالا، ربما لم يحدد بالربع دينار، لكن قول لابد أن يسمى مالا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم ولا تستحل الفروج بما بشيء لا يسمى مالا، يعني عرفا. فهذا هو اختلاف في مسألة الحد الأدنى. والأحناف الشيخ المال المالكي يقولون به، وكذا الأحناف يقولون 10 دراهم، أيضا يقولون لابد أن يكون الحد الأدنى 10 دراهم أكثر من المالكية. أيضا يقول الله تبارك وتعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم. فعلماء الأحناف ورواية عند أحمد ومذهب المالكية يقولون بحد الأدنى، لابد أن يكون هناك حد أدنى للمهر. وأيضا لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. وإذا كان المهر ليس له حد أدنى لم يبقى للتقييد بالطول أي فائدة أي معنى، أن كل واحد يجوز أن يتزوج الأمة، وهذا الشرط يبقى لا قيمة له بعد ذلك، والقرآن لا يضع شرطا لا قيمة له. فهذه كلها استدلالات تقول، ويجيبون على الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما معك من القرآن، يجيبون عنه أحيانا بالخصوصية، يقول: هذه خاصة بي. وقد ورد في بعض الألفاظ خاصة، هذه خاصة لك، ولكنها زيادة مرسلة وضعيفة، يقول الحافظ بن حجر: زيادة مرسلة وضعيفة لا تثبت. يعني الأقرب أن تكون يعني هذه المسألة ربما رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف هذا الرجل لحاجته إلى النكاح ولا قدرته، لأن هناك حديث وأحوال حصلت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كان رعى فيها ظرف خاص للشخص، زي الرجل اللي يعني أمره بكفارة الجماع في نهار رمضان، وقال له: ليس هناك أفقر مني، فقال له: كلها.
هذه بالتأكيد أنا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة، الفقهاء لا يقول عامة، لا يقولون بأن الرجل يعني يجوز أن يتصدق بنفس على نفسه بكفارته. هذه أشياء أحيانا تكون حالات خاصة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظروف حاجة الناس ومن شدة حاجة هذا الرجل إلى الزواج، حتى إنه تجرأ في يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال زوجني لم تكن لك بها حاجة، وعلم أنه محتاج بعد أن قال له التمس له خاتم من حديد وقال ما عنديش إلا إزاري. فربما لاحظ ظروفه وظرفه الخاص هذا، وهذا الحكم يعني ليس عاما له ولغيره. نعم شيخ، أيضا هو الحديث هذا يعترض به على الملكية في لما يشترطوا في الصداق أن يكون متمولا، هو هنا يا أصدقها يعني جزء من القرآن وبما يحفظه. أي مسألة القرآن أيضا، واتفقوا على أن لا يجوز إهداء الثواب، لا يجوز أن يكون صداقا لأنه ليس متمول. إهداء الثواب بالتأكيد هذا لا يكون، بعد يقول لنا قرأك شيء من القرآن وكذا، لأن أخذ رجل على القرآن حرام على الصحيح لا تجوز. ومسألة تعليم القرآن هذا أيضا أجابوا عنه الرواية المالكية ورواية عند الإمام أحمد التي لا تجوز ذلك، قال لأن قربة، لأن تعليم القرآن قربة زي الإمامة وزي الصلاة وزي الصيام وكذا، ولا يجوز أن تأخذ عليه، لا يجوز أن تأخذ عليه أجرة، ولا يجوز أن يكون مهرا. الذي يجوز أن يكون مهرا وما يصلح أن يكون أجرة أو ثمنا أو مثمنا يعني، نعم. شيء متمول، لكن شيء يعني هو قربة وعبادة، فقالوا هذا لا يصلح أن يكون مهرا. المخالف لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم معنا بد أن يكون مال، لأن يكون يعني قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى وتجعلها. يعني كل هذا آية تبتغوا بأموالكم ومن لم يستطع منكم طولا، هذا هو معتمد حجة المالكية ومن يقول بقولهم في أن المهر لابد أن يكون مالا ولا يجوز غيره من الأشياء التي لا تتمول، مثل تعليم القرآن أو يعني شيء آخر من المال دون تحديد للقدر حتى ولو كان مالا تافها. هذا كله يخالف قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وقوله من لم يستطع منكم طولا. نعم شيخ، هل ورد رد من الإمام مالك على قول الدراوردي؟ لا، يعني قال له تعرقت بها يا أبا عبد الله، والإمام مالك هو ردودهم هي متعلقة بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالهم، كلها قائمة على هذه الآية. نعم قال وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الغش، وكذلك يشترط خلوص ربع الدينار. لابد أن تكون خالصة، ثلاثة دراهم وربع دينار تكون من الدراهم، تكون من الفضة الخالصة غير مغشوشة، وربع الدينار يكون من الذهب الخالص، يعني عيار 24 ذهب وفضة، هذا المقدار لابد أن يكون خالصا لا مغشوشا، فإذا كان مغشوشا لا يعني يصلح. ولو كانت الدراهم يعني مغشوشة لا تصلح، لو كانت تروج رواج يعني الخالصة، لأن أحيانا تبقى دراهم، هناك دراهم تبقى هي مغشوشة فيها شيء من النحاس ومن المعادن الأخرى، ولكن إذا دفعت بها في الشراء تقبل مثل الدراهم غير المغشوشة، ما دامت هي مغشوشة لا تصلح أن يكون مهر، أن تكون مهرا. نعم قال أو نقص عن مقوم يوم العقد بهما، أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم، فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر. لا يشترط في المهر أن يكون نقودا وإلا ذهبا وإلا فضة،
بل يجوز أن يكون من المقومات، يجوز أن يكون عقار أو آثاث أو سيارة أو دابة أو أي شيء يعني ينتفع به من العروض والأشياء للناس يعني يرتفقون بها، أي شيء يرتفق به من متاع الحياة يجوز أن يكون مهرا ما دامت قيمته يوم العقد لا تقل عن ربع دينار ذهب ولا تقل عن أو عن 3 دراهم من الفضة، يعني زي ما في حد السرقة قيمته قطع في ميجن، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ميجن قيمته 3 دراهم، المجال اللي يتوقى به يتقى به في الحرب، سرقه شخص قيمته 3 دراهم قطع فيه، فالعروض تقوم يعني سواء كان في السرقة وإلا كان في الصدقة، تقوم إذا كانت بلغت هذه القيمة فإنها تصلح أن تكون مهرا. الشيخ، هي قيمة 3 دراهم أقل من ربع دينار لا؟ هذا يختلف، هو باختلاف الدراهم، الدراهم كانت ثابتة في العهد الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 10 دراهم كانت تساوي دينارا، نعم. يعني 10 دراهم كانت دينارا هذه قيمتها، ثم بعد ذلك انخفضت الدراهم في عهد عمر رضي الله عنه فصارت يعني الدينار يساوي 12 دراهما، نعم. ولذلك رفع قدر الدية، دية الخطأ من الدراهم، يعني انخفضت قيمتها، ثم بعد ذلك صارت الدراهم تنخفض باستمرار مع طول الأوقات والعصور، والآن انخفضت انخفاضا كبيرا، وذلك الفرق كبير شاسع الآن بين يصاب الفضة ويصاب الذهب في الزكاة. لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي 10 دراهم، معناها نصاب الفضة كان 200 درهم، لأن متناسب مع 20 مثقال من الذهب، 20 دينار هذه قيمتها، كل دينار 10 معناها 200 درهم، لكن الآن لما انخفضت القيمة هذا الانخفاض الكبير في ذلك الوقت، يعني كما أن 20 دينارا هي علامة على الغنى، كذلك 100 درهم هي علامة على الغنى، نعم. وذلك متساويان، هما متساويان. أما الآن فـ100 درهم ليست علامة على الغنى، لا تساوي يعني ربع أو عشر القيمة السابقة، لأن 200 درهم الآن لو قوم بقيمة السوق ممكن ما تسوي شيء 1% من نصاب الذهب. نعم. لذلك المسائل ينبغي أن تتغير الأحكام نعم. حسب ما يحصل، زي ما عمر رضي الله عنه لما انخفض الدراهم في عهده زاد في مقدار الدية من الدراهم، كذلك ينبغي الآن ناخذ الاعتبار في الوقت الحاضر في النصاب بقيمة الذهب، لأن قيمة الفضة يعني صاحبها قد يكون عنده مقدار 200 درهم وهو فقير، يعني ليست يعني لا تعبر عن الغنى. نعم. قال: ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده، كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه، ولا شيء فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى، أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله وأتمه، أي ناقص عما ذكر وجوبا إن دخل. هي القاعدة في الفاسد لصداقه أنه إذا حصل فسخ قبل الدخول لا شيء للمرأة، وإن حصل دخول يتقرر لها صداق المثل،
هذه القاعدة فيما فسد لصداقه. وهنا هذا النكاح فسد لصداقه، وهو النكاح الناقص عن ربع دينار وثلاث دراهم، لكن الحكم يختلف عن القاعدة، لأنه كما تقدم عند مقرر القاعدة السابقة أن ما الفاسد اللي فسخ قبل الدخول ليس فيه شيء، قال إلا نكاح الدرهمين ونكاح المتراضعين ونكاح المتلاعنين. فنكاح الربع دينار يتقرر فيه النصف حتى قبل الدخول خلاف القاعدة. يعني القاعدة ما فسد لصداقه وفسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا نكاح أقل من ربع دينار، فإنه يتقرر فيه النصف، لا يقال لا شيء لها. وإذا كان بعد الدخول حصل بعد الدخول الفساد الفاسد حصل فيه دخول، فإنه يجب فيه صداق المثل، لكن في نكاح الدرهمين يجب عليه أن يكمل النكاح الشرعي، الصداق الشرعي يجب عليه أن يكمل المقدار الشرعي وهو ربع دينار، ولا يجب فيه صداق المثل. فيختلف مسألة النكاح اللي هو فسد بسبب نقصه عن مقدار الشرع للصداق يختلف عن باقي النكاح الفاسد لصدق الذي فسد لصداقه. نعم. قال: وأتمه أي الناقص عما ذكر وجوبا إن دخل، وإلا يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ، فإن لم يتمه فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى. نصف المسمى اللي هو أقل من ربع دينار يخير، يعني إذا كان هو دخل يجب عليه أن يتم ربع دينار، وإذا كان هو لم يدخل يخير. إذا كان هو تم ربع دينار يصح النكاح، وإذا لم يتمه وطلق فإن يجب عليه نصف المسمى اللي هو الأقل من ربع دينار. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال: أو أي وفسد إن تزوجها بما لا يملك شرعا كخمر وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية. وكذلك لو كان المهر بما لا يملك شرعا، بما لا يحل تملكه، كالخمر والخنزير، بل هو قالوا عم من ما يحل تملكه، بمعنى إذا كان المهر مما لا يحل بيعه، بحيث يشمل جلد الأضحية وجلد الميتة إذا دبغ فإنه يحل تملكه ولا يحل بيعه. ما لا يحل بيعه لا يجوز أن يكون مهرا، ولا يجوز أن يكون جلد الأضحية مهرا، ولا جلد الميت إذا دبغ لا يكون مهرا، ومع ذلك يجوز تملكه. فلو عبر بما لا يجوز بيعه يكون يعني كلامه أشمل، يعني ومعنى هذا قال أنه لا يجوز أن يكون الصداق خمرا حتى لو كان المرأة كتابية. المرأة الكتابية حلها أن تملك الخمر، لكن لابد أن تطبق عليه أحكام الشريعة ما دام هناك طرف مسلم، ما دام فيه زوج مسلم لابد أن تطبق الأحكام الشرعية، فلا يجوز لها. وإذا أعطاها يعني خمرا فإنه يجب عليه إذا دخل، إذا كان قبل الدخول يفسخ النكاح، وإذا بعد الدخول يتقرر لها صداق المثل من شيء طاهر غير الخمر. نعم. قال: أو بما لا يملك كخمر وحر،
ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل. قال ولو حرام عليه أن يقدم على هذا، لا يجوز. نعم. قال ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ. نعم. قال أو وقع العقد بإسقاطه أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعد وفيه بعده صداق المثل. يعني هذا الثالث وجه من وجوه الفساد. الوجه يعني الأول إذا كان هو أقل من مقدار الشرعي أقل من ربع دينار، والثاني ما إذا كان هو محرم مثل الخمر لا يحل ولا يجوز تملكه ولا بيعه، والثالث ما إذا كان يعني إيه وقع العقد بإسقاطه. وقع العقد بإسقاطه يعني لما كان وقت العقد بيتكلموا على المهر لم يذكروا المهر ولم يسكتوا عنه بل تعرضوا له وقالوا نريد أن نعقد نكاحا ونتزوج المرأة من غير مهر لأن أهلها أصدقاء وبين مودة وبين كذا، والصداق الولي رضي وقال يعني أنكحتك هذه المرأة من غير مهر ورضي الزوج بهذه المسألة، هذا نكاح باطل فاسد لأنه فقد شرطا من شروطه شروط صحته فيفسخ قبل الدخول يعني لا يقر ويجب فسخه، ولكن إذا حصل الدخول فإنه يتقرر لها حتى ولهم اتفقوا على إسقاطه يتقرر المرأة أن تأخذ صداقة مثلها. نعم. قال أو تزوجها بما لا يتمول كقصاص وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل. وكذلك من وجوه يعني بطلان النكاح وفساد النكاح ويجب أن يفسخ إذا كان بشيء غير متمول غير مال. كيف مثال هذا غير متمول؟ المرأة يعني وجب عليها القصاص، مثلا أبوها يعني قتل يعني أحد أخو الزوج ولا ابن الزوج وإلا كذا، ووجب القصاص منه، فطلبت الزوجة تقول صداقي هو أن تتنازلوا عن القصاص من أبيها، فهل التنازل تنازل الزوج عن القصاص ترك القصاص من أبيها هذا التنازل بناء على طلبها هي يصلح أن يكون مهرا؟ لا يصلح أن يكون مهرا لأنه غير متمول غير مال لا يسمى مالا عرفا، ولذلك حتى لو تنازل القصاص يعني يسقط بالتنازل ولكن لابد من المهر، وإذا كان لم يتركوا أهل الدم الدية تجب لهم الدية والقصاص يسقط، والنكاح إذا عقد على هذا الوصف فإنه يكون فاسدا قبل الدخول يفسخ لأنه من غير مهر وبعد الدخول يثبت بصداق المثل. نعم. قال فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية. إذا كان يعني لم يتنازل يرجع للدية، كان تركه يعني يجوز العفو. نعم. عن يعني قتل العمد من غير مقابل. نعم. وهنا الشيخ يسقط القصاص حتى لو أن العقد على ذلك كان فاسد. أي القصاص بالتنازل يسقط.
ما دام هو تنازل عن القصاص، والذي تنازل يملك القصاص من حقه وليس له منازع فيه، فالقصاص يصدق يسقط. إذا كان في ناس آخرين يعني لا يسقط إلا يعني باتفاقهم يعني. نعم. القصاص يسقط والصداق يعني لا يصح. نعم. قال: أو بما فيه غرر نحو آبق أو جنين أو ثمرة لم يبدو صلاحها على التبقية. هذا أيضا نوع آخر من الشروط اللي يجب أن تكون الصداق، هو يذكر الأشياء اللي لا يصح أن تكون صداقا وتأخذ منها الشروط. كانوا يقول من شرط الصداق أن يكون مقدورا على تسليمه. فإذا كان فيه غرر ولا يقدر على تسليمه مثل الآبق ولا الشارد، وإلا فيه غرر شديد مثل الثمرة التي لم يبدو صلاحها وجعلت صداقا على الجداد لا على يعني على التبقية لا على الجداد، يعني ثمر هذه الأشجار هو يعني في بدايته ولم يبدو صلاحه ولم تجري فيه الحلاوة، ورضيت بأن تكون أن يكون مهرا لها، وشرطت أن يبقى يعني إلى أن يصير فيه تجري فيه الحلاوة ويبدو صلاحه. هذا غرر شديد لا يصلح أن يكون مهرا، فيفسد النكاح إذا وقع على ذلك قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. أما إذا لم يكن على التبقية يجوز شيخ؟ أي يجوز إذا كان على الجداد لأنه ينتفع به. نعم. يعني ينتفع به علف للحيوان أو لأي غرض ما له غرض، ما دام ينتفع به فهي غرض، لكن إذا كان لا ينتفع به على الإطلاق لا ينفع. نعم. إذا كان على الجداد وينتفع به في العلف ونحوه فيجوز يصح لأنه ليس فيه غرر، قيمته فيه في ذلك الوقت. نعم. أما إذا كان لا ينتفع به أصلا فلا يجوز. نعم. قال: أو على دار فلان مثلا بأن يشتري بها بماله ويجعلها صداقا لأن فلانا قد لا يبيع داره. يقول له المهر متاعك هي دار فلان أشتريها وتكون مهر لك، هذا لا يصلح لأنه هو فلان هذا قد لا يبيع هذه الدار، فقد يعني يعقد النكاح ويتم النكاح وتمضي الأمور، ولما يقول فلان هذا نبغى نشر منك دارك لأن عهدنا بها صداقي هذه المرة، يقول لي يعني من قال لكم أني بنبيعها؟ يعني لا أريد أن أبيعها. هذا مما فيه غرر، لا يجوز أن يجعل مهرا، أن يجعل الشيء الذي لا يملكه الشخص و يعزم على تملكه بالشراء لا يجوز أن يجعله مهرا قبل أن يشتريه. نعم. قال: أو سمسرتها أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع. يعني مصر ما صرتش يعني لم يصل بيع ولم يصل كذا، يقول أنا سمسار ونجعل مهرك وسمسرتي لدار تشتريها أنت أو يشتريها أبوك أو يشتريها شخص يعني ترغبين في أن يشتري، إذا اشترى صديقك وعمتك وخالتك أو كذا دارا فإني وسمسر لها وأتممها وأكملها وأتولى التوكيل عليها من غير مقابل نظير المهر الذي تطلبينه. هذا أيضا غرر مركب يعني لا يجوز لأنه متوقف على الشراء ما إذا كان حصل أو لم يحصل، وعلى حصول هذه السمسرة هل تحصل ولا تحصل. نعم.
قال: وأما بعده فالنكاح صحيح جائز، لأن سمسرته فيها حق ترتب له عليها، له أخذها به. يتولي عنده حق في أجرة، يعني إذا كان حصل البيع بالفعل. يعني تعاقدت هي على شراء دار، وقالوا هذا محرر العقود ولا الوكيل ولا تولى السمسرة تولى الإجراءات، قال تولى الإجراءات مقابل المهر، يريد أن يتزوجها، محرر العقود يريد أن يتزوجها، وهي اشترت عن طريقه دارا، قال وتم لك الإجراءات مقابل المهر مقابل الزواج، هذا جائز لأن العقد تم والبيع تم، ويريد أن يكمل له الإجراءات، وهذه الإجراءات لها قيمة مالية، يعني أجرة يأخذ فيها على المعاملة الواحدة 100 ولا 500 ولا كذا، فبدل من يأخذها منها يعني جعلها مهرا، هذا جائز. نعم، الله يفتح عليك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.